السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في جزئنا الثاني من موضوعنا المهم، المواد الكيماوية في منتجات العناية الشخصية. أنا معكم الدكتور بشار العيد، وهذا نداء استغاثة، ونلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنا قد سألنا قبل الفاصل ماذا علينا أن نفعل حتى نحمي أنفسنا، أو حتى تقتنع حكوماتنا بأن تحمينا بنفسها. حسب الدراسات، إن من أكثر الفئات التي لا بد الحذر منها أو إعطائها عناية أو أولوية خاصة هي صبغات الشعر والصبغات المبيضة للشعر ومصففات الشعر وطلاء الأظافر ومبيض الجلد ودواء علاج الأظافر أو تلوين الأظافر والشامبوهات. ومع ذلك تجدنا نستخدمها بكثرة. لذلك إذا أردنا أن نكون في بر الأمان، إذا أردنا أن نبتعد، فالتقليل والاعتدال قدر الإمكان. إذا كنت لا تستطيع أن تجد بديلا آمنا، والبدائل الآمنة موجودة، ولكن القليل من التثقيف، قراءة المكونات، أن تثقف نفسك، أن تقوم بأبحاثك في نفسك، فلنحمي أنفسنا بالانتباه الزائد والتثقيف. وأيضا نظراتنا الاجتماعية، هنالك أخطاء اجتماعية ومشكلات جعلت هذه الشركات تستغلنا. فمثلا نحن نريد شعرنا أن يصبح ناعما جدا، أو لونه يشبه لون شعر ممثلة أو مغنية، أو نريد بشرتنا أن تصبح أكثر بياضا، وهذا ما لاحظته. فمثلا كيف نسمح لشركة مثل Fair and Lovely بأن تقوم بدعاية لكريم تبييض للبشرة عنصري بشكل كبير؟ هذه المنتجات يتم تسويقها إلى النساء، وبالتحديد النساء ذوات البشرة السمراء. ليست مشكلة هذه المنتجات الخاصة بتبييض البشرة فقط أنها تخدع المستهلك والرأي العام. أن الإنسان تقول له أن الإنسان الجميل هو الإنسان الفاتح أو الإنسان الأكثر بياضا. بالله عليكم، نحن أمة التوحيد والمساواة، نحن أمة العدالة، كيف يغرر بنا؟ كيف نشاهد دعاية كإعلان Fair and Lovely هذا يصورنا فيه أن البنت ذات البشرة الداكنة تفقد فرصها في العمل وفي الحياة، ولا بد لها من تفتيح بشرتها باستعمال Fair and Lovely هذا؟ ما هذا؟ هذا إعلان مليء بالعنصرية. تعلمون، حتى الهند الدولة غير المسلمة ثارت وأقامت الدنيا على هذا الإعلان ولم تقعده. هذا إعلان عنصري الذي يصور أن البنت البيضاء أفضل من البنت السمراء. هذا خبر نشر في البي بي سي. لو لاحظتم في كل القنوات الفضائية وإعلان مشترك تظهر فيه هذه العارضة خجولة مكتئبة متوحدة، حتى تستعمل الحل، حتى تستعمل كريم تفتيح البشرة من Fair and Lovely، فتصبح فجأة واثقة من نفسها، مرحة، اجتماعية، ويلا حبي الحياة، حبي الحياة. ألست مثلي؟ ألم تصب بالقشعريرة؟ ألم تصبك صدمة كما أصابتني وأنا أرى اللافتة الضخمة التي وضعت في الشارع أمام عيني مكتوب عليها وشك منور، مستقبلك منور؟ تقول بريندا كارت، سكرتير عام الاتحاد النسائي الهندي، أن هذه الإعلانات، وهذا الإعلان بالتحديد، تمثل حملة عنصرية حيث أنها تربط اللون الأبيض بالجمال. بالإضافة، هنالك مئات الدراسات تكشف ما تسببه محتويات هذه المواد التي تدعي أنها تبيض البشرة من أمراض، وأقلها الهيدروكينون. ولا يوجد أي مبيض على وجه الأرض يعطيك أي درجات بياض قوية مثل الهيدروكينون. الهيدروكينون والزئبق، هؤلاء هم المواد، والرصاص، هؤلاء هي المواد التي سوف تعطيك التبييض القوي. هذه المواد وخلاصة المشيمة ومشتقات البترول، هذه المواد سوف تسبب لك السرطان والمشاكل التناسلية والهرمونات، تخربطها، وكذلك حساسية الجلد. هذه محتويات خطيرة إذا تم دخولها إلى الجسم.
ولكن لا مشكلة في سبيل الحصول على جلد أبيض. حتى أن المحتويات أعزائي المتفق عالميا بأنها ضارة ومؤذية يتم استخدامها في منتجات العناية الشخصية اليومية التي تباع كل يوم ونستهلكها كل يوم، هنالك عدد من المكونات لها تأثير سلبي على الصحة على المدى الطويل، لكن هذه المحتويات التي تعتبر سامة منذ قديم الأزل لا أحد يختلف عليها ما زال يتم سماحها. نعم، تباع وتصنع وتوضع في عبوات ونشتريها وندفع ثمنها. نذكر لكم سبعة منها. الزئبق، غالبا ما يتم إدراج هذه المادة باسم تمويهي، لاحظوا لا يذكر زئبق، يعلمون أنك ستخاف. قد يكون باسم ثايمرسول، بأي اسم بديل له من مشتقاته على لاصقة المحتويات، وهي مادة مسرطنة ومنتجة للسموم. ونقطة واحدة كما أسلفنا في أحد حلقاتنا قاتل كافية أن تقتل إنسان، نقطة واحدة على يده. وتستخدم هذه المادة في صناعة بعض قطرات ومراهم العيون والمسكارة، طبعا مرخصة قانونيا. خلاصة المشيمة البلاسينتا، مادة أخرى تستخدم هذه المادة في مكونات المواد التجميلية، وهي مسؤولة عن الكثير من الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل أمراض سرطان الثدي. هذه ماذا تفعل؟ هذه تزيد إفراز هرمون البروجسترون، تلعب بهرمونات الجسم والأستروجين فتؤثر على طبيعة عمل هرمونات الجسم. هذه نجدها في ماذا؟ نجدها في مصفف ومرطب الشعر وأنواع صبغات الشعر المختلفة. أسيتات الرصاص، ليد أسيتات، هذا مركب كيميائي منذ مئات السنين معروف بأنه سام. هذه مادة مطورة ومسببة للسموم، وتتحد مع المواد الأخرى وتسبب السموم. قام الاتحاد الأوروبي بحظر استخدامها في مواد التجميل بتاتا، لا زالت تستخدم في معظم دول العالم، أمريكا وفي معظم دول العالم متحضر، وفي الصبغات ومنظفات الشعر. مشتقات البترول، بتروكيميكلز، هذه مشتقات ثانوية للنفط الخام، لا تجدها في الفازلين، في البتروليوم جيلي، ما رأيك؟ الفازلين والبترول والبرافين هذه، وتحتوي هذه المشتقات النفطية فقط، ليست المشكلة بها فقط بأنها تغلف الجلد وتمنعه من الامتصاص، وبأنها كيماوية حد النخاع ومشتقة من البترول 100%. هذه تحوي مواد، هي ملوثة بمواد تسبب السرطان. هذه المواد غير لا تتحلل، مثلا 1.4 ديوكسين، هذه المادة التي يحذرون منها في الشامبو وفي العطور، هذه موجودة في مشتقات البترول. موجود مشتقات البترول، ماذا أقول لكم؟ المينرال ووتر، المينرال أويل والفازلين، البتروليوم، هؤلاء يستخدموا لأنهم بديل صناعي للزيوت الطبيعية. أنت إذا استخدمت زيت الزيتون، زيت الزيتون مع الماء في الشامبو سوف يتأكسد، سوف يعمل مشاكل ثبات، ولكن الزيت الصناعي لن تقرب منه أي جرثومة، أنت فقط ستضعه على جلدك لأن الجراثيم لن تقرب منه، لأنه كيماوي لا يتأكسد، يبقى طول الحياة فيستخدمونه. أما إذا استخدموا زيوت طبيعية سوف تتأكسد. مادة أخرى هي الثاليت، هذه مادة بلاستيكية كيميائية منتجة ومطورة للسموم. هذه الآن مشهورة وموجودة في العطور يا مدمنين العطور، وتعمل على اضطراب عمل الغدد الصماء. هذه المادة يتم استخدامها في المواد التجميلية، ولها مشتقين أساسيين، داي بيوتيل وداي إيثيل الهكسيل، وهما الذين حضرهما الاتحاد الأوروبي مؤخرا، ولكن لا زالا يستخدمان في كثير من الدول وفي كثير من المواد التجميلية، ملمع الأظافر والملون في العطور، في سبراي الشعر، رذاذ الشعر، الهيدروكينون، مادة التبيض التي قلنا أنها كيميائيا هي أكثر مادة تبيض البشر. هذه مادة مسرطنة مسببة لتسمم الأعصاب والحساسية الجلدية، كما أنها مسؤولة عن الإصابة بأمراض جلدية كثيرة. هذه مادة يصفها لك طبيبك عندما تريدين أن تبيضي بشرتك، وتقوم السيدات بخلطها في البيوت مع كورتيزون وستيرويدات وبيعها لنساء آخرات على أنها الخلطة السحرية للتفتيح. هذه تجعل الجلد مع كثر الاستخدام مثل جلد الفيل، Elephant like skin، هكذا تكون المسامات. هذا كله في سبيل التبييض. بعد الفاصل، هل الرجال في أمان من كل هذا؟
تابعونا.